بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في هذا المساء الرائع الجميل الذي يحمل تحديات سن الاذاعه من هجني اصحاب السمو الشيوخ في انطلاقه 16 شوطا من مسافه 5 كيلومترات والتي تجمعنا بكم مع هذه المؤسسات في هذه الامسيه الرائعه التي تجمع من كذلك سن الصغار في هذا الاسبوع الخامس في اسابيع تمهيدي المرموم من خلال التحدي والتنافس واللقاء. اهلا وسهلا بالجميع، نلتقي بكم مشاهدينا الكرام مع اول الانطلاقات والخاصه بالابكار الاذاع في هذا المنطلق. نرحب بالجميع من يتابعنا في ارض الحدث وكذلك ترحيبنا بالمتابعين من امام شاشه دبي ريسنج. المقدمة والمركز الأول، نسير ونذهب إلى الهجن العاصفة حيث تتقدم الشاهينية بالمركز الأول، تعود ملكيتها من هجن العاصفة وفي التضمير غياث الهلالي. المركز الثاني نتابع في هذه اللحظات عوايد، تعود الملكية اسمه شيخ محمد بن ذياب بن سيف النيان الصادق بن فضل الأمين في مراحل التضمير والتدريب. بينما المركز الثالث الشاهينية بشعار هجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي يتواجد معها في المركز الثالث. أما المركز الرابع هنا تتواجد هملولة من هجن الرياسة بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الخامس نتابع أفراح باسم شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم يأتي في التضمير طارش بن مبارك بالقوبع. المركز السادس وصلت الآن هملولة الأخرى لهجن الرياسة وبقيادة المضمر حمدان بن محمد بن مروشد. المركز السابع وصول من خلال تواجد غازية لاسم الشيخ زايد بن سيف بن محمد النهيان في عملية التضمير والتدريب أحمد بن حميد اليديلي. والمركز الثامن الشاهينية من هجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي. هكذا هي النتيجة للأسماء المنطلقة والحاضرة في تحديات هذا اليوم، في تحديات هذا المساء من هجن أصحاب السمو الشيوخ، لينطلق الشوط الأول حاملا كل هذه الشعارات في تحدي ومنافسة كبيرة. المقدمة هجن العاصفة على المركز الأول هي الشاهينية من تقود المسار، تقود هذا الإصرار، بينما في التضمير غياث الهلالي. المركز الثاني وصلت عوايد لسمو شيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان يضمر عوايد الصادق بن فضله الأمين في متابعة وانطلاق واحتلال لهذه الذلول الأصيلة. انتقل الشاهينية لهجن العاصفة بالمركز الثالث مع المضمر غياث الهلالي، أيضا يبدأ بداية مع سن الإذاع بقوة هذا الشعار وكذلك بكل ما أوتي من تحدي ودعم كبير. بينما نذهب إلى المركز الرابع وهذه هملولة، هملولة واصلة هملولة بشعار هجن الرياسة وبقيادة السلطان بن محمد الوهيبي الآن تحتل المركز الرابع. المركز الخامس هملولة لهجن الرياسة وبقيادة المضمر حمدان بن محمد بن مروشد المتعب يتقدم. المركز السادس غازية من هجن سمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان يتواجد في عملية التضمير هنا في هذا اللحظة أحمد بن حميد اليديلي. والمركز السابع لهجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي، بينما المركز الثامن أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم عملية التضمير لدى طارش بن مبارك بالقوبع. هكذا هو النداء الثاني لمجريات هذا الشوط ومنافساته وانطلاقاته. أعود إلى مقدمة الشوط وإلى عوايد. ما شاء الله منطلقة عوايد انطلاقة وخذت موقعها الصحيح، عودتنا قبل أسبوع فايزة في هذا الشوط وقدمت عرض ممتاز. هذه عوايد اسمه شيخ محمد
بن ثياب بن سيف بن محمد آل نهيان، عملية التضمير لدى صادق بن فضل الأمير ما شاء الله. بدأت الآن في التغيير، قدت المركز الأول ووقعها الصحيح الممتاز حتى هذه اللحظات لتباعد عن الجميع، لتباعد عن الجميع مع محمية محير. المركز الثاني هجن العاصفة تقدم الشاهينية، من تحتل المركز الثاني؟ المركز الثالث الشاهينية بشعار هجن العاصفة من خلال هذه التغييرات، من خلال هذا التنافس والتحدي الكبير. بينما المركز الرابع هناك هملولة من هجن الرياسة وبقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. هذه النتيجة أيها الحفل الكريم متابعينا الأعزاء، 1200 على خط النهاية، عوايد بلا منافس، عوايد بلا أوامر، عوايد على المركز الأول. هنا في هذه اللحظات تأتي على الصدارة والقمة، تهانينا لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النيان. هي أمامكم عوايد كالعادة كالعادة، تبدأ بدايات مسائية رائعة جميلة مع هذا الشعار العناوي، مع هذا الشعار المميز الذي يسجل يعني دائما في كل المحافل وفي كل الميادين انتصاراته وسجلاته الذهبية. حافلة حافلة مجاهدينا الأعزاء. المركز الثاني واصل الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، يأتي على المركز الثاني. هذه الشاهينية حضرت على المركز الثاني، لكن عوايد، لكن عوايد، عوايد لا زالت مسيطرة باسم الشيخ محمد بن ذياب بن سيف بن محمد النهيان على المقدمة يا صادق يا بن فضل الأمين. لكن غياث قادم بالشاهينية، هجن العاصفة، هجن العاصفة، هجن العاصفة الشاهينية، ولكن عوايد، عوايد مسيطرة، عوايد متقدمة، والشاهينية تزف الأخبار لجماهير هجن العاصفة. من عوايد تأخذ الأول، هذه الشاهينية، هذه عوايد. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، عوايد مسيطرة اسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النيال، ولكن الشاهينية بشعار هجن العاصفة تنتزع في هذه اللحظات مقدمة الشوط، تنتزع الناموس. عوايد الشاهينية، الشاهينية وعوايد على المراكز الأولية، ولكن الشاهينية الهجن العاصفة تخطف الناموس. عادت عوايد، عوايد، ولكن الشاهينية الأخرى هجن العاصفة، هجن العاصفة تنتزع الناموس في اللحظات الأخيرة. بالمركز الأول والثاني هجن العاصفة، تهانينا والناموس. المركز الثالث عوايد لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النيان. المركز الرابع، المركز الرابع عملول الهجن الرياسة، والمركز الخامس لحظات الوصول أمام الشاشة من خلال هذه اللحظات التنافسية. نعود إلى التوقيت وهي هملولة لهجن الرياسة. التوقيت الزمني أمامنا على الشاشة، هجن العاصفة قدمت هذا العرض بسبع من الدقائق وأربعة وخمسة وثلاثين ثانية وأربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة وللمضمر غياث الهلالي. المركز الثاني سبع دقائق خمسة وثلاثين ثانية، سبع أجزاء من الثانية، أيضا هجن العاصفة، تهانينا والناموس مع غيات الهلالي في التضمير. عوايد حلت على المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف، سبع دقائق 35 ثانية وثمان أجزاء من الثانية وتوقيت زمني. تهانينا والناموس للصادق بن فضل الأمين.